اكتر مسلسل كنت متابعه في رمضان كان مسلسل بميت وش. طبعا قد ايه الكرو كله موهوب ما شاء الله، طبعا شهادتي فيهم مجروحه جدا، واستاذ اسر ياسين واستاذ نيلي كريم والكرو الوجوه الجديده كلهم اللي طالعين فيه، ناس بجد كلهم موهوبين، انا حبيتهم جدا جدا. و نفسي اكون مين مكان مين في المسلسل، ما اقدرش احدد ده طبعا، يعني انا رايي البسيط جدا ان المخرجين هم اللي بيبقى ليهم نظره في الممثل اكتر، مش الممثل هو اللي بيبقى شايف نفسه انا عايز ابقى هنا او عايز ابقى هنا. ممكن يبقى ليا طموحات طبعا، بس انا يعني رايي ان المخرج هو اللي بيبقى ليه نظره اكتر في دور الممثل في اي عمل. الناس طلبت مني ان انا اقلد استاذ توفيق الدقن، فهبدأ الفترة الجاية إن أنا أركز في الفيديوهات وأعمل حاجة كده كويسة إن شاء الله. ما حصلش اتصال بيني وبين الشيخ مبروك عطية، لأ، ومعرفش إذا كان هو انزعج من الفيديوهات ولا مبسوط بيها، وأنا فعلا عامل الفيديوهات حبا فيه يعني مش أكتر. وفي كذا حد شفت من التعليقات إن أنا طالع أتريق عليه، لأ أنا مش طالع أتريق عليه خالص، بالعكس أنا طالع أقلده مش أكتر. وفعلا انا ربنا يعلم ويشهد على كلامي ان انا عامل الفيديوهات دي حبا فيه، وهو لو كان اتضايق من الفيديوهات انا مستعد استعداد تام ان انا اخش امسح الفيديوهات دي كلها بلا رجعه، عشان انا فعلا بحبه وبحترمه جدا. انا ما عنديش موهبه التقليد الصوتي يعني، وعشان اعمل حاجه زي كده لازم اتقنها جدا او اتدرب عليها كذا مره عشان اعرف اجيب الصوت. فلا، تيك توك بالنسبة لي تقليد حركي مع الرياكشنز بتاعتي والصوت شغال في الكاميرا يعني. حابب اقلد الفترة الجاية آسر ياسين، يوسف الشريف، استاذ سعيد صالح الله يرحمه، استاذ عمر الشريف الله يرحمه. لسه ما حصلش اتصال بيني وبين دكتور مدحت العدل بعد البرنامج. انا يكفيني طبعا ان هو يعني يكلمني ومبسوط جدا بموهبتي، ده شرف كبير ليا طبعا وحاجة كبيرة جدا عندي، وأكيد لو هو في حاجة مناسبة ليا أكيد هو الشركة هتكلمني وهيتواصلوا معايا بإذن الرحمن إن شاء الله. بشكر كل الناس اللي تابعتني وشجعتني إذا كان على تيك توك أو إنستجرام أو فيسبوك، ومبسوط جدا إنهم عجبهم الفيديوهات وعملوا الفيديوهات شير كذا مرة، وبجد انا من غيرهم ما كانش زماني موجود هنا ولا عملت اي حاجه. بجد متشكر جدا ليكم على تشجيعكم ده، وانا فعلا بشوف كل الكومنتس ببقى مبسوط بيها جدا.